ما مقفول من الداخل، ما العزيز الابن الطيب زي ما عارف عمه العميد شرطة معاش عثمان محمد عباس. انا ساكن بري باب ناصر ورب اربعة. الحصل في الموضوع ده يا طيب، انا وزوجة بتعرفين ده حنان وبتي ملازمة والشرطة راجلة كان منايب في القيادة، هي كانت نايمة معانا في نفس الشقة، واولادي اتنين اواب واب بتعرفهم ديل كانوا معانا فوق الساعة تقريبا 8 9 ونص 10 اللي كده عشينا مع بعض كلنا. بعد ذاك انا قمت قفلت باب الشقة بدخل الشقة والمفتاح قاعد بجوا، الباب بتاع حديد لكن فيه زجاج مربعات كده يعني. فدخلت وقعدت بعد مسافة كده شغلت الجزيرة وبسمع في الأخبار في الجزيرة، بقست انت ما عندي زول بر البيت، الباب مقفول يعني، الباب مقفول من الداخل، ما يعمل حاجة فتح لأي زول جاي من برا. وأنا دخلت رقدت نمت، فصحيت يعني طقطقة في الباب وأولادي يعني حركة كوعين وكده صحيت، فما شفت سيف ولا حركت عادي ولا في شنو قلت ولد عيان ولا زول حاصل له حاجة. أسمع الدقدقة في الباب بصورة خيالية شديد، فقمت قلت دمنه وقال طلع الصالية دخلوا فيها، قلت له يا زول معاك عمك العميد شرطة عثمان محمد عباس، عميد شرطة معاك عثمان محمد عباس، وأثناء كلامي بيتقال له كمان معاك أبو غزوة شرطة يسار عثمان. يلا بعد يا طيب الضيف زاد زيادة وإساءات إساءات إساءات ما أقدر أتكلم لك في وصف، إساءات شينة شينة خالص خالص يعني، يعني درجة بتاعت هتك للأشراف بصورة ما تتخيل أصلا، وقال لا ينتظر من زول مسؤول خليك ما أنكم بتاع عم في النهاية، ولا حتى أطفال الشوارع ما بيقولوا إساءات زي دي. أنا شعرت بأنه قاعد يتكسر، أنا أطلع برا، لكن حنان قفلت الباب علي بجسمها كله وحبستني ما أفتح الباب، وشرط المفتاح في يدها وجلت بعد ذاك. لما الجهاز وقع فيها شرط المفتاح ودخلت جوا الغرفة. يلا بعد ذاك أنا جيت شلت السيف بتاعي، وفي الفترة دي هم قاموا رموا البومبان جوا الغرفة، جوا الغرفة رموا البومبان. يسار عندها عاد حساسية وعندها عزمة مزمنة، ونفس الشيء هو شلت هذي كلهم دخلتهم جوا وقفلت عليهم الابواب وجبت المفاتيح في جيبي وشلت السير بتاعي في يدي، وعملت حاجه يعني حاجه ساتر بجنب الباب وطفيت اللمبه عشان ما يشوفوا ذول جوا، تحوط الفكه ذخيره لانه الشغله كانت صعبه، ونكحتهم انه الناس لابسين ملكي وشايلين كلاشينكوف وشايلين مسدسات لحد هنا كويسين. الإساءة ما وقفت، الباب ما وقف، والباب بكل عينه بالأسلحة بدفر فيه. أنا قعدت ورا الباب قلت والله والله أي زول يجي خاش من الباب ده بسيف وشي راسه، وأنا قاعد جوا وهم برا في السلم، هم أنا في الطابق الثاني، العمارة فيها 4 طوابق أنا في الطابق الثاني. يلا بعد ذاك واحد فيهم داول بعد حاول دخل يده بجوا انه يفتح الباب من الداخل رغم انه ما هو مفتاح، ضربته بسيف في يده صرخ ووقع. جاء واحد تاني داير يرفعه طعنته بالسيف طعنه في صلبه في كلوته في صدره والله ما عارف اللي طعنته. يلا بعد نبي شال شاف الزول ده جادي والزول ده قد ارتكب جريمه اكبر من كده وقد يعمل لنا قاموا يسحبوا، وانا سامي اهتهت في واحد بيقول العميد ده جيبوا لي حي، العميد ده جيبوا لي حي، وواحد تاني عسكري بيقول لي يا سعادتك قول لهم ارموا بومبان. انا ما اعرف يعني سعادتك دي معناها هو نبل، انا ما اعرف كيف عسكري تطلع تقول لي يا سعادتك قول كده يعني عسكري وجه طاب دي، انا في القوات ما لاقيتني في العسكريه دي ما في كلام زي ده. وفعلا فكوا 3 بومبانات، واحد كسر في شباك غرفه النوم حقنا والتاني وقع في البلكونه، والثالثة دقت في الحيطة ورجعت قلبهم ذاته، لأنه أنا كنا في الطابق الثاني وهم في الأرض، وفي السلم ديل
ادله بعد ده جيرو فاض. عندنا سيبين نغيب اسمه نغيب في الجيش. نغيب في الجيش كان بعد في خدمة الجوليه وما كان رفع ظنه كان في تمام التليفون ما كان جنبه. لما جه رجع عرف الحاصل جاب هو من 13 سنة مسلحين. كان حكم كبيرة جدا جدا. لكن جو الفور انسحب. عساكره كان بيبكوا بيبكوا. شفتهم بنفسي. قالوا ما بنعرف أي حاجة للناس الأمن وحنمشي لهم في مكاتبه ونكسر الرئاسة ونضرب الأستاذ زي ما الله يدينا. كيف إحنا زميلنا النقيب ده رئيسنا غايلنا أسرته قاعدة في بيتها ونقيبنا ده حارس البلد بايت في الشغل عشان حارس البلد كيف يحد عدوا على أسرته؟ كيف الكلام ده يحصل؟ المهم اتصال ثبتهم وهدأتهم وتلوح موضوع بتعالي. يلا النقيب اتصل بواحد بيقف في الجيش غايله. اتصل بيه وكلمه قال لي عساكر والله يا حرام كده 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 كده. قال لي ماذا؟ قال لي يا حرام اللي تقرير جوال. بل لي لك عملت تقرير والدنريو. شكلوا لجنة من عميد في الجيش وعقيد في الأمن وعقيد في الشرطة. صدعوني الصباح أنا مشيت أديت أهوالي وفهمتهم القصة دي زي ما قلت لك السعدي بالتفصيل ده. لا زيادة ولا نقصان. وبعد ذاك قلت لهم يا جماعه الناس دي لو اصلا هم ناس ضامنين انا عرفتهم بنفسي قبل اقول لهم انتم عرفتهم انا بنفسي. كان يقول لي والله احنا كده ويا والله العظيم بكل اسف ساعات متاسفين يا اخي في جماعه دخلوا جوا بدنا نفتش. القانون لا يفتش الا بامر لكن انا تقدير للزمالك كنت هدخله ولاني عارف بيتي ما فيه زول كنت هدخلهم لكن ده ما حصل. هم جايين بعنف وباساءات باساءات رهيبه. انا ما عندي مجال غير رفع الاسرتي. ما كان في مجال حتى ولو اموت. ما كان عندي مجال غير رفع الاسره حقتي. ما كان همني حياه والله ولا عينت لي قدام. بس عينت الاسرتي وانت الضرر باي صوره. المهم قلت لهم الكلام ده. في النهايه بعد التحقيق قاموا قالوا لنا الدرب يكون شنو؟ قلت لها الناس لابسين ملكي شايلين الاسلحه وشايلين مسيد دمر وانا عندي علبه منه في البيت قاعده. العلبه الرموه اللي جوا الغرفه دي قاعده هسه عندي والقاعده المكسر كله لاميهم. يا سيدي العميد رئيس اللجنه ودوا معي اي عسكري اسلمهم معوضات اي شيء موجود. والناس اللي كلهم ويا هم في النهايه قوات كان شرطه كان جيش كان امن. ده الكلام اللي قلت لهم. العميد قال لي يا سعادتك انت زول قديم وخبره وحسب معلومات انك اشتغلت في عمليات في بي اي وفي كبكابيه وفي كرموك وكده فتغييمك الناس دي شنو؟ قلت له ايوه تغييم الشخصي لهم الناس دي الامن بتاع الامن العدل حق الامن الفريق ده. قال لي كيف انت امن؟ قلت له ده رايي الشخصي ومراجع تجربتي واحتكاكي بالقوات والعمليات. ناس الجيش والبوليس اساكرهم بيحترموا الرتب ايا كانت معاش ولا موجود ولا في خدمه بغيروا الرتبه وبيدوها حقها. اما ناس الامن ما بيحترموا حتى الضباط اللي شغالين معاهم في الخدمه ما بيحترموهم. والسلوك ده سلوك بتاع زول ما منضبط وزول ما مؤدب عسكريا وقد يكون ما مدرب عسكريا. ده كان ردي لهم. طيب دي ناحيه. الناحيه الثانيه اللي بعتنا فرقه اتصلوا بمدير عام الشرطه حكوا الموضوع ده واخذوا جلسه فيه في قياده الشرطه وخصوا لي عميد اللي واصل اللي هو مدير الامنيه ورسل لي مقدم البيت وحكيت له حصل برضه كله. الناحيه الثالثه دي طبعا الناحيه الاداريه بتاعت الشرطه ودي حق الجيش. الناحيه الجنائيه فاتحين بلاغ وفيهم من دفعتي خمسه مستشارين دكاتره واحد بروف واثنين دكاتره والباقيين محامين اساتذه عاديين. البلاغ موجود في وري والمعروضات شنو وديناها لهم والعنق الطبيه جروح القزاز في بناتي وفي بنتي وفي اولادي وفي امهم برضها مرفق عندهم. ده الموضوع اللي حصل يا طيب. امبارح العميد مش انا مصطفى يتابع النقيب مصطفى النسيبي ده قال لي يا اخي الناس قبضناهم وديل الناس امن. ديل الناس امن يعني تحليلين كان صح. الناس دي قال لي ناس امن وقبضناهم بالاثم فلان 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 فلان. ده موضوع يا طيب بدون زيادة وبدون نقصان.